قرية شبكية تابعة لمركز زمنهور محافظة البحيرة. نحن الآن نجلس في وسط أهلنا من الفلاحين، فلاحي مصر الذين يبلغوا حوالي نصف سكان مصر. مصر في الأساس هي دولة زراعية. الفلاحون خرجوا في ثورة 19، مما جعلها ثورة ناجحة، لأن جموع الشعب المصري خرجوا للمطالبة بحرية للمصريين جميعا. وفي ثورة 52، في أقل من شهرين، خرج قرار مجلس قيادة الثورة بقانون الإصلاح الزراعي الذي جعلت الثورة تدخل إلى كل دار وإلى كل بيت. فكان الاهتمام بالفلاح المصري وتوزيع الأراضي على الفلاحين، ليمتلك الفلاح المصري لأول مرة أرضه التي يزرعها بيده. ثم أتت ثورة 25 من يناير، هذه الثورة المباركة. بعد عام من هذه الثورة، ماذا حدث لأحوال الفلاحين؟ هذا ما سنعرفه من خلال هذه اللقاءات بعد الفاصل القصير. إليكم مرة أخرى لنتحاور مع أهالينا من فلاحي مصر حول المشاكل التي يواجهونها عقب ثورة 25 من يناير. كان الفلاح المصري في العصر السابق يعاني أشد المعاناة، سواء من أسعار الكيماوي والأسمدة والبذور، إلى جانب بنك التنمية والائتمان الذي فتح القروض، وكانت النسبة الفوائد البنكية تصل إلى 25%، مما جعل أن ربع مليون فلاح مصري مهدد بالسجن لسداد الدين او بيع ارضه، الى جانب المشكلة الاخيرة، مشكلة القطن وبيع القطن. وهناك مشاكل اخرى يعاني منها الفلاح المصري ويعاني منها الفلاح خاصة في محافظة البحيرة. يعني هرحب في البداية بالاستاذ محمد الشبكي، وهو رئيس اتحاد الفلاحين لمحافظة البحيرة. اهلا بك استاذ محمد. اهلا بك استاذ. يعني خلينا في البداية نتكلم الأول عن يعني مستجدات المشكلة، وهي مشكلة القطن. إيه اللي حصل في مشكلة القطن؟ وسمعنا إن مجلس الشعب، رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكلاتني، قال إن يتباع القنطار ب 1200 جنيه. والله هم قالوا كده، وكانوا أوعدونا سابقا إن القنطار هيبقى ب 1400، فسمعنا تاني قالوا 1200، فصرحوا الآخر إن هو ب 1150، يعني 1150. 1150. الكلام ده احنا ما طلناهوش، ويعني كان انا شايف كان فيه نشاط للدكتور صلاح يوسف عن الدكتور محمد الوزير السابق، لان طبعا انا حسيت كده من الوزير محمد رضا اسماعيل بان ريحه يوسف والي رد تاني، لان انا بتقول كده. انا قعدت 6 شهور سنه 99 عشان اقابل محمد رضا اسماعيل، وكان مدير هيئه بس، النهارده بقى وزير، فمش هيبقى فيه جديد. حاولت تقابله طيب المره دي؟ لا انا ما حاولتش اقابله، مش هقابلني. انا كلمته وانا بعت له مذكره مع عضو مجلس الشعب عشان خاطر يقدمها له، بحيث ان يصرف الفلوس، لان الناس ودت القطن وزن، اتعاين، انشال، ما جاش فلوس، بقى لها شهر ونص. والعالم يعني انا بلغني اللي تقول امبارح في قناه بتتصل عليا بتقول ان الناس هتولع في الشون بتاع دمنهور. الشون ده فيه اكتر من يخش يمكن من 200,000 قنطار. هو يعني كان في تهديدات اتقال فعلا اعلاميا، في تهديدات ان الناس من غلبها يعني هتروح تولع في طبعا. الكلام ده حقيقي؟ لا احنا ولا الحكومه، قالوا احنا ولا الحكومه. طبعا يعني على ما تعودنا ان الثوره اللي بيعمل ثوره هو اللي بيمسك رئيس. طب جاوبني بس الاول، يعني انت فعلا فكره ان الناس ممكن تروح تحرق ده حقيقه؟ لا والله احنا طبعا كان قبل كده عاوزين يقلعوا جاذب القطر، وكان عايزين يوقفوا الطريق الزراعي، احنا رفضنا. احنا يعني بنساعد الحكومه، احنا عايزين نساعد الحكومه، فبنساعد الحكومه تساعدنا، الفلوس دي موجوده. طب ايه اللي موقفه؟ يعني انتوا قلتوا على كيفكم، طب الناس ما صرفتوش فلوس للناس ليه؟ الناس دلوقتي البنوك وعدونا ان هم هيشيلوا المديونيه او يرفعوا السناد اللي هو بنك التنميه، بنك التنميه والائتمان الزراعي او المديونات اللي في الجمعيه، في ناس على اقساط ارض متقننه. الكلام ده ما حصلش. المديونات بتاعت الكيماوي قالوا هنرفعوا المقاومه بتاعت القطن السنه دي، ما حصلش الكلام ده، ما حصلش وعود وما فيش تنفيذ. فانا يعني كده الفلاح بقى عليه مديونات من الجمعيه ومن بنك التنميه ومن الكيماوي، يعني كل دي مديونات عليه. وفي حاجه تانية كمان،
يعني الراجل اللي كان متضرر من الـ يعني عنده سكنه ضيق وبني، حرموه من الكيماوي وقالوا له ما انتش واخد ثمن القطن كمان لا، علشان بنى على ارض زراعيه. عشان بني على ارض زراعيه. طب انت مش شايف ان بناء على ارض زراعيه ده بيجعل الارض الزراعيه تتآكل؟ لا هو بتتاكل بس في حلول، انت عشان خاطر انا عملت تطاع فامر بالمستطاع. ايه هو؟ انا اقترحت يعني كان في مؤتمر سابق، قلت ان المفروض كل 20 سنه يطلع جراطين للفلاح، يطلع جراطين الحكومه تاسسها له. كان صدام كان بيعمل كده، اللي هم مش هنجوم كانش عاجبهم، كان بأسس له، بأسس البيت وتاني يبني، تاني يبني عليه من دور لحد 15 دور. انما النهارده تقول ما تبنيش، ايه البديل؟ طب تطلع من بيتك انت، ان كان رئيس الجمهوريه ولا وزير الزراعه ولا خلافه، ما تطلع من بيتك انت ترضى؟ طب انت عندك ابنك عايز يتجوز، يا وزير الزراعه ترضى ان ابنك ما تبنلوش وتجوز؟ انا ابني كده، انا زيك بالظبط، انا مواطن مصري، المفروض انك انت خدت القط وحددت السير بنفسك، المفروض تصرف الفلوس. فممكن يحصل انفلات. يعني انا في لما عملنا مظاهره سابقا قبل كده في البحيره في شهر، في من شهرين فاتوا، وسياده المحافظ وعدنا قال انا هنحل الموضوع ده بس بلاش التظاهر. فانا حسيت ان في فلول عايزه تقل اجدب القطر من عند كف الدوار ويوقفوا الطريق الزراعي، فكده غلط. يعني احنا هنكمله على نفسنا؟ كفايه الثوره، كفايه الفلول وكفايه الثوره علينا، فاحنا مرضنا. تقول كفايه الثوره، انت عايز تقول ان لا. يعني حال الثوره، الناس بعد الثوره حالها تتأزم؟ لا مش كفايه الثوره، كفايه دلوقتي. حتى يا باشا لما بيجوا يشيلوا وزير بيجيبوا له اعجز منه، ما بجيبش شاب بتاع كمبيوتر ودارس، ده اللي هينفع البلد، انما جايب لي اللي كان بيعاكسنا في الارض قبل كده. دي بيجيبوا اللي هو اللي بيجيب يشيل كرفش، يجيب كرفش شال عن منه، عاوز ياخد ايده وماشي. ما احنا ما في جديد، ما شفتش انا. المفروض كان يبقى وزير الزراعه دي شاب فيه جميع العناصر، يفهم الفلاح، ابن فلاح، يقوم يرحم الناس. انما يجي النهارده بيعلن على توزيع ارض ويستدرج الناس بالفلوس، يروح يقدمه والاخر ياخد، يقول لك الارض دي للمستثمرين او رجال الاعمال. انا مواطن، انت انا من حق، انا انت ما تقولش اذا كان رئيس الجمهوريه بالانتخاب يبقى وزير الزراعه تنتخب روح، اذا كان وزير، اذا كان الرئيس الجمهوريه بالانتخاب يبقى وزير الزراعه ده مش حاجه. يعني المفروض يبقى الانتخاب هو الوحيد، لان مصر دوله زراعيه مش دوله صراعيه. يعني انت شايف المشكله في الحكومه ووزير، ولا برضه في سلوك الفلاحين، ولا في ايه بالظبط؟ في تعنت، في تعنت. يعني اللي انا عرفته ان 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 سابقا الرئيس السابق واعوانه كانوا ماضيين على عقد فقر مصر زراعيا، ومصر اصلا دوله زراعيه، مع العلم ان دي كانت سله العالم، سله غذاء العالم، اللي كان من العالمين ورايح، اللي سايبينها اللي هي فيها الغام النهارده، كان المفروض شالوا الغام دي، فككوها ووزعوها للناس. ما احنا بقى في بطاله من سنه 83، ما حدش خد جراه، حتى المضرر الملك المساجد كله الاعراض كدابه من الحكومات، وما فيش توزيع. التوزيع لابن طلال، لكبار المستثمرين، لكبار الزراع، انما انا غلبان. حتى احنا محرومين دلوقتي حتى من التجول كويس، يعني في رز انا خدته السنه دي لولا الثوره ما كنتش خدته. جاب عندي شيله الدب الفداه، ده نوع جديد، النوع جديد اسمه عراب 2. يعني انا لولا الثوره ما كنتش شربته انا. فلما زرعته انا عايز نديه للفلاح الصغير ده، صغار الفلاحين، عشان يشم نفسه مره، عشان يشم نفسه. طب صغار الفلاحين عارفين عارفين يعني عندهم فكره عن موضوع الرز الجديد؟ لا سيادتك ما يعرفوش، فالبركه في الاعلام، لان انا طبعا انا ضعيف. البحيره دي تلتين مصر، يعني تهيل القاهره، حوالي تلتين القاهره. انا مش قوه ان انا نعلن للناس يقول ان في كذا كذا، هيستجيب لي 100 200 300. لا انا عاوز اعمم الرز دي على الجمهوريه، بحيث يبقى مش انا، هم بيقولوا عايزين الرز. كيف يتم يعني الحصول عليه؟ الحصول عليه انا متعهد على المحافظه البحيري، بالنسبه للمحافظه البحيري لو في محافظات اخرى انا خدامها هتجيب لها الرز دي، لان الرز اللي زي دي بيتاخد من دلوقتي. العالم ما بتف... الناس اللي زي حالاتي كده في صغار الفلاحين الغلابه دول ما بيفتكروش لما يجي احر الترجيده وينزل ميه يقول عايز ايه؟ عايز يجيب تجاوي. لا انت ما بتستناش ليك. فانا عايز نعلن للناس، لجميع طبقه الشعب او الكديحه اللي هي من صغار الفلاحين، ان في رز بيجيب اعلى انتاجيه وبيروى كل 15 يوم، وبنعمل تخضير، وبنعمل عفير، وبنعمل شتل، وبيتلجم بعد التلويح. انا عايز نوصل الناس دي عشان خاطر، بحيث ان هو حتى يبقى يا دوبك يحصد تعبه. طب كم واحد هنا في القريه بدا يستخدم الرز ده؟ سيادتك يعني مش كتير، انا بديت حوالي زي باربعه، بديت اول موسم اي الارض اللي هتكون زرعينها ده، هي
اللي احنا فيها حاليا دي، انا كنت زارع رز من دي في حياتي ما جابت رز زي الرز ده والله. يعني دي دعوه من خلال الجزيره البشر مصر ان ممكن الناس تستخدم، يعني صغار الفلاحين ممكن يستثمروا ارضهم في موضوع الرز الجديد. ماشي ماشي، بس برضه انا يعتبر ايه يعني، هم انا المتعهد على محافظه البحيره، لان محافظه البحيره وكفر الشيخ هم الوحاد في انتاج الرز، اللي انتاج الرز بالفعل. تعرف عليك يا حاج سعيد عبد الوهاب الشبكي. حاج سعيد، يعني لاحظنا واحنا جايين على الطريق ان طريق للقريه بتاعتكم غير ممهد تماما. والله الطريق ده من بيجيب من الزاويه ودي في طريق هنا بحري اسمه الفرنساوي، زي ما شفتوا كده. يعني لقيناه اولا ضيق جدا ان هو ياخد عربيتين وغير ممهد بشكل، يعني لو في حد تعبان ممكن يموت يعني. اي ما يعني مشكله دي هنا العيان بنشوف بنشيلونا الدوف طلعوا برا. ما فيش هنا في القريه اي وحده صحيه موجوده؟ لا لا لا، الوحده بينه وبينها بتاع 3 4 كيلو. يعني الوحده بينك وبينها حوالي 4 كيلو. يعني الواحد لو، ودي شغاله اكيد الصبح بس ولا شغاله بالليل برضه؟ لا شغاله برضه، ما فيها يعني مهدود متهدده، ما فيهاش يعني، هي فيها فجدو تروح ان لقيت دكتور او ما لقيتش بيديك ورقه تجيب العلاج من بره. يعني العلاج مش بيصرفلكش من الصحه؟ ماش علاج خالص بالنسبه للمستشفى. طب انت شايف ان يعني المشاكل اللي كانت موجوده قبل الثوره لسه ما زالت موجوده ولا في حاجه بقت تتحل فيه؟ لا ده المشاكل ما فيش، ده احنا دلوقتي في كميه المشاكل حاليا دلوقتي. يعني القطن عملناه كان ب 2000، السنه دي ب 1000. طب ازاي؟ يعني يخص النص في الثمن، اللي انباع ما جاش ثمنه والباقي محطوط لسه في البيوت عندنا. طب انت شايف حل القطن ايه؟ ممكن يتحل ازاي؟ والله انا سمحت 3 اسعار السنه من الوزير محمد رضا اسماعيل ده، سمحت منه 1400 وسمحت منه 1200 وبعدين في الاخر في النهايه خلاص قال بقى 1000. طب هل الرقم اللي بيتقال ده بيساوي التعب والجهد والفلوس اللي بتتصرف على القطن لغايه لما يوصل لغايه ده؟ الفدان الجنطار القطن بينجمع بحوالي 400 جنيه. يعني ينجمع ب 400 جنيه، يبقى فاضل قد ايه؟ فاضل 600 من 1000. فين ايجار الارض وفين الكيماوي وفين التجاوي وفين الرش وفين المواد ده كلته والحرث، ومن اول ما نحطه في الارض بياخد مصاريف. يعني مشكله. ما انت شايف فكره الكيماوي واسعار الكيماوي والاسمده زادت عن الفتره اللي فاتت ولا بقى في سعر محدد والناس ماشيه عليه؟ امال زادت؟ امال ايه ده؟ الشكاره مثلا ب 150 جنيه ب 160 جنيه هذا بالنسبه للكيماوي. السعر ده كان موجود قبل كده؟ يعني من سنه كان كام؟ قبل كده زمان يعني في الاول كانت ب 30 ب 40 وفضلت تعلى بقى لما لحد النظام دلوقتي كده بياخدوا الكيماوي اللي هم برضه الناس التجار بياخدوه ويبيعوه بره في السوق السعودي. طب ازاي يتم القضاء على السوق السعودي في رايك انت كواحد فلاح ومزارع وشغال وعندك ارض؟ يبقى في رقابه، والكيماوي لازم يروح البنك التنميه والائتمان الزراعي. لو راح يبقى كل واحد هيوصل حصته. يعني يروح البنك ولا يروح الجمعيه؟ عن طريق الجمعيه وعن طريق او البنك. هو الجمعيه والبنك يعني برضه ما هي واحده واحده. مش هو مفترض الجمعيه ولكم بطايق وبتروحوا تاخدوا بيها؟ معانا البطاقه. البطاقه كل البطاقه معانا وبنجيبوا بيها، تجيب بيها الكيماوي المفروض يعني يبقى كده. انت حضرتك شايف ان النظام السابق يعني ساهم بقد ايه في الضرر بالفلاحين؟ بالنسبة للنظام السابق 99%. ازاي؟ البلد ما يعني اتدمر، كل حاجة فيها مشاكل، كل حاجة في البلد فيها مشاكل، تعليم، في الزراعة، كله. يعني حاجة ما تتخيلهاش. اتأخرنا 30 سنة. 30 سنة أخرنا. 30 سنة راحوا من عمري كده وأنا واقف على حجرة، اللي نزرع بيه نجيب به كيماوي. نخلص من الكيماوي ونجيب به تجاوي. نطلع منها كده ايه واقف، لا مفيش تقدم، مفيش تقدم خالص. الحمد لله حاج ربيت عيالك وكبروا وجوزت. ربيتهم فين؟ احنا كنا ابويا ساب لي 4 فدادين، بعد الاربع فدادين بقينا رجلين، احنا رجلين، كل واحد خد فدانين، انا جبت عيلين، كل عيل منهم هياخد فدان. الاربع فدادين اللي كانوا بياكل فيهم نفر واحد دلوقتي بياكل فيهم 4 رجال باسرهم، في حين ان ابن طلال واخد 100,000 فدان في دشكة. طب ما تخف الناس دي، الناس دي اللي سقطتك من على الكرسي اللي انت مش محترف بيهم دول، مش هم دول اطفال الشوارع وهم دول اللي تحت الكوبري الملك الصالح؟ مش هي دي الناس دي؟ مش هم دول؟
ما تستهينش بحد خلاص، لازم تكننه وتطبطب عليه وتكننه وتديله 5 فدادين بدل ما يتضير عليك هو تاني. ما انت اللي هتسيبه دي، اللي انت هتسيبه ومتستهتر بيه هو اللي راح هيضرك. اتعرف عبد المحسن خطاب، مواطن من ابناء محافظه البحيره. استاذ عبد المحسن، لو اتكلمنا عن فكره الاراضي واستصلاح الاراضي وعرض الاراضي للشباب، شايف الامور دي في الفتره دي ممكن تبقى ازاي؟ انا شفت سمحت تصريح لوزير الزراعه من الحالي الحالي بيقول انا عندي ناس مستثمرين جاهزه من بكره. يعني ازاي وزير زراعه يتكلم الكلام ده؟ احنا يعني وزاره الزراعه، الزراعه في مصر ديت يعني خط احمر للمستثمرين الاجانب. احنا دوله 85 مليون، ازاي نجيبوا مستثمرين يستثمروا واحنا نشتغل عندهم اجاريه في 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 هنا في محافظه البحيره؟ زي الوليد بن طلال اللي انا عندي واحد جارنا هناك بيروح يشتغل عنده، بيروح ياخد القبضيه بتاعته يصرفها في السكك وهو رايح جاي من تشكى للبحيره، وهو واولاده اشتغلوا اجاريه. يعني ازاي ده وزير وتعلم وخد شهاده عاليه وبتكلم الكلام ده؟ احنا خلاص عصر مبارك وعصر النهب وخلاص خلص، ما فيش استثمار لاي واحد اجنبي خط احمر في الزراعه. جنوب السودان اللي هي مستقله بقالها شهرين بقال لك ممنوع الاستثمار في الزراعه فيه. فيعني احنا الناس اللي بتموت في الهجره الخارجيه ديت اللي بيموتوا في البحر ده ينفع؟ احنا عايزين مواطنه كل واحد يقبل ليه ارض، مش بخريج بس، الخريجين والناس كل واحد مواطن يقبل ليه مواطنه ياخد ارض في البحيره. وبعدين فيه لخبطه، يجيب لك بتاع الفيوم ويجيب لك بتاع كفر الشيخ ويجيبه في البحيره ياخد ارض. طب ما بتاع كفر الشيخ تدوا له ارض في كفر الشيخ، وبتاع البحيره ياخد ارض في كفر في البحيره. انما الكلام اللخبطه بتاعتهم ديت كلها ما ينفعش. طب رايك في فكره البناء على الاراضي الزراعيه وان في مخالفات كثيره وان الرقعه الزراعيه بتتاكل في الفتره دي؟ لازم يكون كان في حل دلوقتي. كانوا اللي بينهبوا في الاراضي الزراعيه، تروح هناك في في في, في النابوريه وفي الاماكن ديت تلاقي الواحد دي بال 11000 فدان وبال 20000 فدان. الناس ديت لو كان خدوا الناس ديت ودولهم الخريجين خدوا 5 فدادين و10 فدادين هناك في ارض الصحراء ما كانش حصل اللي حصل. دي ارض الدلتا دي من اجود الارض الزراعيه في العالم، بعض كلها خلاص اتبنت. يدوا للناس راح يودوها الصحراء يديهم اراضي هناك، كان المشكله دي ما كانش حصلت كده. انما كل الناس اللي بنت هنا دي ما هتعمل ايه؟ انا لما يبقى ابني واخويا وابن عمي مش لاقين يسكنوا، هيسكنوا في ايه؟ بيناموا كلك مع بعض في اوضه واحده. طيب لو عايزين نتعرف على حضرتك، بس هقرب منك بقى عشان ما فيش غير مايك واحد. ما انا هرجع تاني للناس دي، اتعرف عليك. السيد غزغان، لو اتكلمنا عن مياه الشرب هنا، مياه الشرب اخبارها ايه؟ مياه الشرب متواصله في ايام الشتاء، انما في ايام الصيف بيبقى السحب جامد وبتبقى مكسره، ما تبقاش متواصله. طب بالنسبه لنقاء المياه، المياه بتبقى نظيفه يعني قصدي صالحه للشرب ولا بقى فيها مشاكل؟ هي بياخدوها يحلوها الجماعه بتوع الصحه وبيطلعوا فيها عن بعض الامراض، بيقولوا اللي هي مش صالحه تماما للادم، مش صالحه ادمي تماما. يعني انت شايف ان الاوضاع في الفتره الحاليه بالنسبه للفلاح المصري ازاي؟ الفتره الحاليه ان الفلاح المصري اللي هو صغار الفلاحين يتجهوا لهم شويه، ما يقولوش مثلا اللي معاه مؤهل عالي زراعه واللي معاه مؤهل متوسط زراعه ياخد، والفلاح البسيط ما ياخدش. لما يبقوا ياخد ايه؟ طيب ياخد ايه لما يبقوا رجلين في فدان ويتعاركوا على 4 جريط وعلى رجمه هنا ورجمه هنا والصحراء فاضيه، ويقول لك للمستثمرين والخريجين الكبار وكبار الزراع والفلاح واللواءات واللي معاه 200000 فدان والدنيا بحالها بتنشد وزير الزراعه، وبيقولوا له اترجاك يا استاذ رضا بهلاوي، بنترجوك اللي انت تبص للفلاحين الصغار ما تبصش للكبار. الفلاحين الصغار بياكلوا بعض في الفلاحين وفي الريف، يدي لكل فلاح مصري صغير يديله 3 فدين 5 فدين يفتح له الطريق، بدل ما هو قاعد هنا في الارض السمراء معاه 4 جريط واللي معاه 5 جريط واللي معاه 10 جريط بالجرات هنا ما عادش بالفدان. اللي معاه فدان ويقوم يبني على نص جرات يقول له يا انت بنات انت كده عديت الخط الاحمر، اديله وسع له في ارض الصحراء. ارض الصحراء ديت من حق بتوع البحيره، مش هو لو تم تخصيص ارض للصحراء الناس هترضى ان هي تبقى ارضها وتروح كبار. رد عليا، لو هو تم تخصيص اراضي للناس في الصحراء الناس هتسيب الاراضي هنا والاماكن هنا وتمشي؟ ايوه يا باشا هيسيبها، هيخلي هنا عيل على قد الفدان ولا ال5 جاريط ولا ال10 جاريط والباقي يروح في ال5 فدادير او ال10 فدادير. السفاره الفلاحين حرام
حرام كده حرام كده. نستكمل. لا هجيبك من اتعرف عليك يا حاج مصباح رجب الهاشم. عندك كم سنه يا عم الحاج؟ عندي 60 سنه. ربنا يديك الصحه ويبارك فيك. قول لنا بقى يا عم الحاج انت يعني عايشت ايام عبد الناصر والسادات ومبارك لغايه دلوقتي. عبد الناصر كانت احلى ايام. ليه احلى ايام؟ احلى ايام عطل الغلبان اللي ما حلتوش عطله فدانين بياكل فيه. الفدانين النهارده ابويا واخد اربع فدان واخد فدانين. احنا اربع رجال كل واحد مننا خد نص فدان. تيجي دلوقتي كل واحد مننا عنده ثلاث اربع جدعان يعني يروحوا فين؟ المتعلم واللي مش متعلم يروحوا فين؟ قاعدين. انا عندي رجلين مخلصين، واحد مخلص دبلون وواحد بكالوريوس ومش لاقين شغل وقاعدين في البيت يروحوا فين؟ واثنين فلاحين اربع رجال قاعدين في نص فدان نروحوا فين بيهم؟ بقى احنا عايزين الناس اللي هي واخده ارض او ما عندهاش ارض ضيقه دي يروحوا في الارض الواسعه ياخد فدانين ياخد خمسه يوسع العيال على الاقل. يعني في كلام بيتقال ان الفلاح المصري دلوقتي بقى كسول عن الاول ومش عايز يشتغل، رايك ايه؟ لا هو مش كسول، هو مظلوم. الفلاح المصري مظلوم مش كسول. كسول ليه بقى؟ بيجتهد على اخر جهد هو وعياله بس مش لاقي. شكاره الكيماوي بجيبها ب 150 جنيه واذا كان ليه شكاره الفدان مش مكفيه شكارتين. بروح يشتري اثنين كمان زيهم من بره يشتري الشكاره بكام؟ ب 150 جنيه. تبقى اللي هيطلع من الارض بيجيب به كيماوي وبيجيب مبودات وما بينفعش الكلام ده. تعرف عليك يعني. صلاح محمود راضي. حاج صلاح يعني كان الاول الناس في القرى بتاكل من اللي بيخبزوه وبيشربوا من اللبن اللي بيحلبوه، دلوقتي بقى في فران عيش وفي يعني بيعوا جبنه، ليه الوضع بقى عامل كده؟ والله هو طبعا ما هو مصلحه لبتوع المدن برضك، لا الا ما هو انا لما ناكل اللي في بيتي بحاله، اللي في المدن مش هي مش بتكلم عن المدن، انا بتكلم على الفلاح بيبعت يجيب فطار من بره وبيجيب لبن من بره ما بقاش يعمل في بيته، ليه كده؟ والله طبعا بين اعرفك من قله الفران والحريم طبعا بقى عهد النهارده غير الاول، بقى مش زي الحريم الاولاني. الحريم الاولاني كان بيصبر على الدخان وعلى الولعه بتاعت الفران، واما الحريم بتاع النهارده عايز يعلق شنط في كتافه وعايز يلبس مناطيل ويلبس في القريه الكلام ده؟ في القريه ايوه وعايز يطلع. انت شايف الدنيا اتغيرت ليه كده يعني؟ هل ايه اللي حصل فخلى الدنيا تتغير؟ والله اللي خلى الدنيا اتغيرت كده طبعا هو عهد مبارك ده عهد وسخ. طب يعني من غير شتيمه، طيب عايز اقول لك زرعت قطن السنه دي؟ لا انا ما زرعتش والله، بس جيراني زارعين. وانت زرعت ايه طيب؟ انا زارع ذره ورز. طيب يا اخبار يعني بعتهم الحمد لله؟ بعت المحصول لسه؟ لا والله ما فيش بيع. ليه بقى؟ ما فيش سعر للمحصيل. لسه مفيش سعر؟ لا ما فيش سعر للمحصيل. ربنا يوصل لك ان شاء الله. تعرف عليك يا حاج غايب عبد الله البحيري. حاج رجب، فكره المفترض ان في مجموعه من الفلاحين ارضها باملاك ارض املاك دوله تم تقسيمها وتخصيصها وتحديد الفلوس وبداوا الناس يدفعوا الاقساط، ده حصل؟ نعم حصل عندنا، وبحثنا احنا على مده ابو نصر في فدانين، وجه في النظام القديم ما فيش يعني بالتعارف والغش والتدليس. منطقة أبو حمص عملوا إفراج على الأرض، وإحنا الناس مملكين الأول ما ينفعش علينا إفراج، بس بالغش والتدليس عملوا الإفراج عليها. إزاي بعد 10-15-20 سنة إحنا واخدين الأرض بور سافي بتعفر صلحناها وتعبنا فيها ونزلينا على ما جابت إنتاج، وفجئنا ان قال لك اجى على افراج الافراج زرع من احنا مملكين. فنناشد اهل الخير الحكومه الصالحه اللي بعد الثوره ان شاء الله ان ترد لنا هذا الخطا الجسيم اللي احنا اولادنا اتشردت وما اتعلمتش وجوعنا وتعبنا احلى تعب في المده القديمه. فاحنا عشان خاطر النبي وارض زراعيه مصر، الزراعة بتاعتها هي رصيد مصر كله، ابن الفلاح فلاح وابن الوزير فلاح وابن الغفير فلاح، ورصيد مصر بحاله من الزراعة. ليه يترك الزراعة وليه يهمل الزراعة؟ نعم.
يعني المساحة المزروعة في مصر 9 ملايين فدان، ومصر فيها اكثر من 200، يعني مصر كلها 237 مليون فدان، يعني الرقعة الضعيفة والصغيرة جدا دي لا تسد حاجة الناس، بما يجعل الاستيراد وتأبي الاكل من الخارج في نفس الوقت اهمال الفلاح طول الفترة اللي فاتت. يعني عايز اتعرف عليك بقى واسألك شوية حبة حاجات. رجب عباس راضي، قرية راضي، دمنهور بحيري. طب يا حاج رجب، لو اتكلمنا عن دور وزارة الزراعة، يعني المهندس الزراعي في التوعية، في ان هو يقول لكم احدث الادوات اللي بتستخدموها في الزراعة، ده بيحصل؟ لا، هما ما بدوش الاهميه ان هي تحصل، هو بيدي لك حاجه وبيقول كلام بس ما بتنفذش. يعني مش بيقعد معاكم، يعني ما فيش لقاءات معاكم بتحصل يتكلم عن اللي بيحصل، عن مثلا والله وصلنا ان في بحث، يعني مثلا الحاج محمد الشبكي بيقول موضوع الرز الجديد وزراعته، حد يتكلم معاكم في ده؟ الحاج محمد الشبكي بكفاءته، الراجل في عضو نقابه الفلاحين، بكفاءته هو اللي جاب الرز ده وهو اللي حطه هنا في الارض دي. أنا وزاره الزراعه، لا وزاره الزراعه لا جابت ولا عملت، ده الراجل بكفاءته وبجريه وبشجاه هو اللي جاب الرز ده. اما احنا مشكلتنا الحاليه مشكله عامه مش مشكله خاصه، احنا عندنا 85 فدان بحث تمليك. يعني ايه بحث تمليك؟ بحث تمليك من على مود الجمال عبد الناصر. كان الارض دي ارض المغازي 18000 فدان، فكان ايام الاقطاع، خدها جمال عبد الناصر وجه وزعها على صغار الفلاحين اللي زي ابويا انا. شوف انا عندي كام سنه النهارده، ابويا انا كان من صغار الفلاحين واخد فدانين ارض، ومش ابويا لوحده، 100 فلاح من اللي موجودين معايا في نفس البقعه اللي هي بقعه الارض اللي انا فيه معايا في نفس المشكله. بس انا الناس دي كرموني واشكروا وكرموني وتبنى ان انا اتكلم عنها. جميل، ايه المشكله؟ المشكله عندنا ان كان جه قرار افراج 75 مؤقت، احنا ارضنا بحث 66 67، وقرار الافراج قرار افراج مؤقت للخاضع، الاسره 100 فدان والفرد 50. فجم رجع جه قرار افراج 82 83 بيقول قرار افراج نهائي نهى الافراج المؤقت على ارض حراسات، والافراج المؤقت على ارض حراسات، واحنا كانت ارضنا بحث تمليك من صغار الفلاحين لا يجوز على الافراج. فجه الافراج النهائي تضمن الابتدائي، يبقى خدوه في مكان معروف عندنا هنا ومعانا الخريطه ومعانا الاوراق كلها. الارض دي في قطعه اسمها 3 و4 حوش كده طوالي، فهم بالغش والتدليس من على مده الباش مهندس محمد السجه والباش مهندس فرحات والباش مهندس محمد البسومي ومصطفى مكي، الناس دي بالغش والتدليس فلعبوا بالافراج ده عندنا في قرار افراج 75. هم خدوا 82 وسابوا لنا ورجعوا تاني لعبوا بقرار افراج 75، خدوا بيه الارض البحث التمليك اللي يجوز عليها افراج. فانا بشكر الدكتور مصطفى اسماعيل لانه الراجل ده فعلا لو تواصل ومشى معانا في نفس المشوار كان نهى القصه من شهرين ثلاثه. بس طبعا هو خد شهر واثنين في الهيئه ونجلوه في الاستعمار، في التعمير، في الانشاء والتعمير. وجاوا مكانه الباشمهندس زكريا هلال، برضه الراجل اشكره، بس هو حاليا دلوقتي الراجل خد مدير عام الهيئه، بس لسه عنده سلبيات. مفروض الراجل ده كان نهى القصه، لان دول 85 فدان فيهم 100 راجل من صغار الفلاحين اللي هم باطنه، والناس دي كلها لما تحسب الناس اللي في الارض النهارده 1,000,001، فاصبحنا ان الارض دي افراج جاء عليها افراج، والافراج بالغش والتدليس. الافراج القصد بيه ان انت تتملك الارض؟ لا، مش تتملك الارض، الافراج ده ان الخاضع ياخد ارضه، اللي هو الافراج المؤقت. جاله افراج نهائي تضمن الابتدائي، خدوا الافراج النهائي، خدوا الخاضع خد بيه ارضه ماشي، ولعب لعبه مع المفترض ان وزاره الزراعه هي مهتمه بايه. المفروض ناشد رئيس الوزراء بانه يعرف الكلام ده، هو ان الارض بحث تمليك، والسيد وزير الزراعه ان الارض بحث تمليك، والسيد مدير عام الهيئه عارف الكلام ده. بس وقامت لجان والناس اللي هي بايعه للخاضع وقف بضرب النار، وواقف جايب بلطجيه وجايب سيوف، والارض اللي مازال ما روتش بنروح نروي الارض، لان الناس الغلابه دي مش عاوزه تعمل مشكله، ما احناش بلطجيه. الناس اللي هم شارين الارض من الخاضع بالغش والتدليس واقفين وجايبين بلطجيه، وفيه سلاح في البيوت، ومفروض
في يكون في ايه؟ عايزين تتمكنوا من الارض. تتمكنوا، مفروض مين اللي مكننا؟ وزير الزراعة، مدير عام الهيئة، مفروض هنا عندنا في البحيرة ابو حمص ودمنهور، طبعا الناس دي فيها غش وتدليس. فيها غش وتدليس، منهم موجود على مجد الحياة فرحات السجة محمد. يعني عشان الاسماء، يعني اذا هي مناشدة لوزير الزراعة للتدخل لتمكين هؤلاء صغار الفلاحين من أرضهم التي يعني هم خرجوا إلى الحياة، وجدوا هذه الأرض التابعة لهم من أيام جمال عبد الناصر بيستصلحوها. لو رجعنا ليك يا أستاذ محمد، وأنت رئيس اتحاد الفلاحين، نقابة الفلاحين هنا في البحيرة، لو اتكلمنا عن دور النقابة في تنمية ورفع كفاءة الفلاحين في زراعة أرضهم، تقول لي والله سيادتك هو عشان خاطر نرفعوا مستواهم لازم ياخد حقه. الحق الاولاني دلوقتي الغله خدت دفعه كيماوي، الفدان ليها اربع شكاير، خد شكارتين، فاضل شكارتين. طب الغله سنبلت دلوقتي هيصرفهم لامتى عشان خاطر نحط عشان الكفاءه؟ اربع شكاير ما كفوش الفدان. يعني انا كنت سابقا كانوا بيقترحوا اقتراحات، طب الفدان ياخد قد ايه؟ قلت لهم الفدان المفروض اللي هو الغله ياخدوا 6 شكاير شتوي و8 صيفي، لان الصيفي الجو الحراره بيطير المواد شويه من الكيماوي، المواد الخام اللي فيه بتطير من الحراره، اما الشتاء بيبقى كان شويه برضه، ممكن 6 شكاير يكفوا الفدان الغله عشان خاطر ان احنا يبقى عندنا اكتفاء ذاتي. انا بقى ما بقولش يبقى اكتفاء ذاتي، احنا عايزين نصدروا قمح. احنا قلت لسيادتك سابقا ان احنا دوله زراعيه، لما احنا نقول يبقى عندنا اكتفاء ذاتي يبقى فيه عيب، العيب فين؟ العيب في الحكومه. طب احنا كان دايما النظام القديم يتكلم عن القمح وعايزين نحقق اكتفاء ذاتي وعايزين نبطل ان احنا نستورد. انت شايف فعلا ان مصر بجد بالوضع اللي موجود فيها 9 ملايين فدان موجودين في مصر بيزرعوا 9 مليون، هل فعلا نقدر نكتفي بالقمح؟ نكتفوا زياده ازاي؟ طيب سيادتك لو هم سيادتك اصبر يا محمد، دلوقتي المفروض صغار الفلاحين ومضر الملك المستاجر والخريجين يستلموا كل واحد 5 ميادين في الظهير الصحراوي، كل واحد كل محافظه تقوم بذاته، وممنوع في طريق للظهير الصحراوي. اي طبعا طبعا طبعا، اللي كان ماشي عليه السادات واللي ماشي عليه مبارك كان عامله عبد الناصر مو جديد، يعني يا بال هم جروته ايه اللي عمله عبد الناصر واللي سانده سادات ده لبخه عبد مبارك. خدت احنا بنتكلم والشمس طالعه والدنيا بتمطر، يعني جو جميل الحمد لله الحمد لله. دي خير طبعا، المطر خير. والله احنا عندنا ارض مرويتش يا جماعه، محترضيننا ما مرويتش من شهر 10 اللي فات، فربنا سبحانه وتعالى ما نساش حد برضه. اي زي ما نسالش برضه مع مبارك، ربنا جبره اصل شارك الله في كبرياء دي، لو كان هو راجل صالح كان ربنا حافظه. قومه فطاعوه، ما هو قومه تخف بالشعب بتاعه. ال- 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 الخلاصه لو احنا احنا كده عن على القمح، هل فعلا ممكن مصر تكتفي ذاتيا بالقمح ولا صدر قمح؟ بس يخلوا الاتحاد الفلاح المصري او النقابات المستقله تتدخل في توزيع الاراضي وفي الاسمده وفي التقويات، خدت بال حضرتك؟ عشان خاطر هيبقى توزيع عادل، يبقى توزيع عادل. والادويه لان ما زال برضه يعني هم قالك احنا هنخفوا الايه، هنخفوا السميه من بتاع عشان الشعب. انت ما خفتهاش، انت بتجيب لي هرمون، انت بتجيب لي هرمونات وبتجيب لي ايه مواد مسرطنه، مش خفتها عشان خايف علي؟ انت بتجيب لي سرطان. لما النهارده العالم جالها ضغط، اغلبيه الشعب جالها ضغط وسنها وقعت، واللي عنده فشل كبدي وفشل كلوي، واللي عنده هشاشه عظام، من ايه؟ مغلول مش طايق امن دوله وبوليس وكذا وكذا، مش قادر تكلم. يعني كان يمسك المباراه، كان يمسك الاخوان المسلمين، يعني الاخوان المسلمين دول ان هم بقوا في مجلس الشعب، الاخوان المسلمين والسلفيين دي جزء من الثوره، كمان جزء من الثوره. لان انا مبسوط عن نفسي، في ناس زعلانه انما انا مبسوط، لان السلفيين والاخوان دول كان فئه محظوره، انتصارهم وان هم يبقوا قاده لنا دي جزء من الثوره. الجزء الثاني ان الفلاح يمتلك امره او اللي يجي يعبر عنه زي حالتنا. شايف مجلس الشعب دلوقتي بدا بالفعل يعبر عن مشاكل الفلاحين ولا لسه؟ والله مجلس الشعب كويس جدا، بس انا يعني انا بناشد الاخوه الاعضاء من زاد لحد ونقلب ضده.
هم داخلين كل واحد من زاد عن حده انقلب ضده. انا خايف احسن هم يقفوا في بعض يبقوا فريسه للفلوق يبقوا يقول لك شوف هذول انت كنت عايزينهم. لا انا عايزهم فوقه ويتروا اللي ما خلصتش اللي ما خلصتش بالراحه. مش كل واحد عايز يبقى كبير او كل حزب عايز هو اللي يبقى مسيطر. لا خدت مجلس الشعب كفايه كده ما تمسكش رئيس سيب لغيرك عشان يبقى في عناصر كمان ده انزيم كذا ودي انزيم حديد وده فوسفات وده فوسفور نكملوا بعض ما تاخدهاش سكر ما تبقاش سكر. انت حاسس ان مجلس الشعب ده هيهتم بقضايا الفلاحين الفتره الجايه؟ طب ان شاء الله ان شاء الله. انا عندي امل كبير عندي امل كبير لان الفاره اللي كانت بتاكل موتناها. الفاره اللي كانت بتجرط في الخشب وتاكل الحبوب موتناها. الفاره الكبيره انت شايف ان هي ماتت؟ تنقتلي ما هو هو عاد يعرف والله ما يقدر يمشي لوحده في الشارع. طب هنسيبه مش هنحكموه وما يجيبش الفلوس عادي. انا عايز يمشي في الشارع كده مبارك ده يمشي في الشارع هينطعم في دقيقه واحده. ال 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 بالتالي احنا عندنا 240 منجم ذهب. 240 منجم ذهب منهم في البحر الاحمر وفي بور فؤاد خد بال حضرتك. وانا برضو مش متذكر الباقي فين. بيطلع يوميا 270 كيلو ذهب بيروحوا فين؟ بقول لك بيروحوا ايه مش عارف يعني ده كلام بيتقال. خلينا احنا ما قدمناش غير وقت قليل. عايز اسالكم سؤال اخير. اتفضل. احنا دلوقتي الكلام بيتقال كتير قوي دلوقتي عن انتخابات الرئاسه ومين اللي يحكم مصر. انا عايز اسالكم كل واحد سؤال. انتوا شايفين يعني مش هنقول مين اللي هتنتخبوه، ايه المطلوب من الرئيس القادم؟ اللي مطلوب من الرئيس القادم يتخلى انا عايز يعني يطبق الشريعه. انا مش منتبه لاي حزب بس انا بنقول له اللي يسرق اقطع ايده اللي يسرق اقطع ايده بس ياكله الاول. ها ياكله الاول. لا ما يوجد له ما هو صلى على النبي. ما انا قلت انا بنقول يوزع الاراضي على الصغار الفلاحين. طب عشان الوقت تطلب من الرئيس انت شايف الرئيس القادم تطلب منه ايه؟ انا عايز الرئيس القادم يتقي الله في شعبه بس. عايز من الرئيس القادم احنا الثوره قامت على عداله اجتماعيه وخبز وعداله اجتماعيه وحريه. احنا عايز الرئيس القادم ده يكون ما فيش هيمنه من اي دوله علينا من امريكا ولا دول الخليج ولا اي دوله لها هيمنه علينا. انا عايز الرئيس القادم يبص للشارع والناس البسطاء والفلاحين وفلافل راجل طالع من الشارع. انا عاوز برضو الرئيس القادم يكون ملتزم بالناس ويعرف التعبان والكويس ويوزع الحاجة دي على الناس كلها يبقوا كلك يعني يساوي الناس. ربنا اللي قال ادخلوا مصر امنين. عاوزين الرئيس يكون امين على نفسه وعلى ناسه وعلى اهله ويبقى بشرة خير للناس دي كلها وتبقى ربنا يستر مصر معانا ويقدمها في الخير على طول. والله عاوز الرئيس اللي هو راعي مصلحة الشعب بتاعه وراعي دولته وراعي الفلاحين الغلابة اللي هم طبعا يكون القرار بتاعه من داخل من مصر ما يبقاش فيه املاءات خارجية. يعني الاملاءات الخارجية اللي بتجيلنا منين؟ جينا من امريكا بسبب المعونات. المعونات اللي بتجيلنا من امريكا دي عبارة عن ايه؟ مرتبات للامريكان اللي شغالين هنا والمصاري يعني في النهاية اولا اشكركم ان انتوا صدفتونا عندكم هنا في القرية. يعني نرجو ان تكون هذه الدقائق صورة حية لبعض الفلاحين ومشاكلهم في الحياة سواء حية او ناحية الزراعة. يتمنهم جميعا ان يكون الرئيس القادم رئيس يتقي الله في شعب مصر وان يحقق الامن والامان وان يحقق العدالة الاجتماعية التي خرجت من اجلها الثورة المصرية التي مر عليها عام حتى هذه اللحظة. نشكركم ونواصل بعد الفاصل من استوديوهاتنا في الدوحة. فإلى هناك.